قالت له هو. مساء الخير على كل بيتابعونا، اهلا بيكم في فيديو جديد ولايف جديد. احنا النهارده بقى عند حسونة الفطاطري، بس حسونة الفطاطري ما بقاش بتاع فطير وبس. تعالوا نشوف بقى ايه الجديد عنده النهارده. عامل عروض جامده جدا وجوائز وهدايا لاكتر حد هيعمل منشن وشير ولايك على الفيديوهات بتاعته. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. ألف ألف مبروك الفرع الجديد بقى من حسونة الفطاطري. الله يبارك فيك. قسم الشاورمات وقسم السوري كله. والله توفيق إلا بالله رب العالمين. الحمد لله. كلمنا بقى عن الفكرة، جات لكم منين الفكرة الجديدة إن أنت تدخل الشاورما السوري؟ الوقت ما كانش متاح يعني، هي موجودة من زمان الفكرة بس الوقت ما كانش متاح يعني. استعديت إزاي بقى علشان تنفذها صح؟ وتنافس بقى محلات السوريين كلها. والله إحنا يعني توفيق من عند الله عز وجل مش أكتر من كده يعني. الحمد لله ربنا وفقنا شباب زي الفل يعني، والحمد لله يعني ربنا يعني ان شاء الله يدوم علينا النعمه ان شاء الله. انا سمعت كمان ان انت عندك قسم للشوي الصحي. ايوه، فراخ على الفحم الحجري. فراخ على الفحم الحجري جديده برضه. ايه الفرق بينها وبين الفحم العادي يعني؟ بتشوي على الفحم العادي فيها رماد وبتبقى صحيه زياده عن اللزوم يعني، زياده عن الفحم الشجري يعني. ودي في محلات كتير شغاله بيها؟ بعض من المحلات هنا في السويس، بس ما يعني مش يعني مش معروفه يعني كتير يعني الفكره دي، بس هي موجوده يعني، بس احنا بنحاول يعني نشغلها يعني ونبينها للناس يعني. قول لي بقى بتقدموا ايه في القسم السوري كله؟ زي ما انت شايفه شاورما لحم وشاورما فراخ وفراخ مكنه وحاجات كده يعني موجوده يعني، وجبات عربيه وحاجات كتير يعني. انا شايفه فيها هو اقل منه كتير كبير جدا يعني، مش حاضر للمولي كان يعني. ما شاء الله ما شاء الله، بجانب طبعا الجزء الفطاطري اللي احنا متعودين عليه بقاله سنين. اه حاجه جميله دي ما نقدرش تعصينا ده. اه طبعا حسونا الفطاطري من سنين طويله يعني. لا لا ما نقدرش ننساها ده، ولا نقدر يعني نحاول حتى يعني كل اهتماماتنا ليه طبعا برضه بجانب الشاورما الجديده ان شاء الله. بنفكر اللي بيتابعونا ان انت عامل 20 هديه النهارده، 20 سندوتش شاورما وان شاء الله وزياده كمان. اه وزياده كمان اللي هيتابعنا ويعمل منشن وشير ولايك على الفيديو بتاعنا النهارده. وكمان النهارده في خصم 50% ان شاء الله على المنيو. ممكن نشوف المنيو الجديده اللي ان شاء الله في المنيو يعني، مش كل المنيو القديم شغال زي ما هو. انا بتكلم على الجزء الجديد بتاع الشاورما والحاجات السوري. 50% النهارده ولا امتى؟ اللي يجي شرفنا، اللي يجي شرفنا، اللي يجي هنا. اه وشرفنا ان شاء الله. زي ما انتم شايفين كده ما شاء الله الاستاف كامل اهو علشان خاطر يقدر يوفي الضغط النهارده. تعالوا نشوف مع بعض بقى الفراخ اللي على الفحم. اتفضلي. دي شاورما اللحم اهي. الفحم ده هنا الوجبات اهو بيجهزوها، الوجبات العربية وهو فتت الشاورما. عايزين نشوف الفراخ اللي على الفحم الحجري. لحظة. كل اللي معانا في اللايف النهارده منورينا، وخلوكم بقى موجودين معانا لحد اخر اللايف ان شاء الله عشان تكسبوا معانا هدايا وجوائز كتير مقدمه من حسونة الفطاطري اللي ما بقاش بقى بتاع فطير وبس، لا كمان دخل قسم جديد وهو قسم الشاورما السوري والاكلات السوريه كلها. كلنا بقى استعديت ازاي يعني؟ جبت شيفات من بره متخصصه في المجال السوري والحاجات دي ولا ايه؟ الحمد لله ده رزق من عند ربنا، ان احنا ربنا كرمنا بشباب زي الفل الحمد لله. الحمد لله بس مش اكتر من كده يعني. الحمد لله شباب مخلصه وشباب عارف ربنا والحمد لله
يعني الخبره موجوده يعني. قبل الافتتاح النهارده عملت تيست للطعم طبعا اكيد كلها. اكيد اكيد وحبايبنا اكلوا منها واحنا الحمد لله واثقين في الناس اللي معانا يعني. مستنيين راي الناس بقى اللي هتجرب طبعا بقى. طبعا لا لا ان شاء الله هتكون حاجه زي الفل ان شاء الله. مستنيين رايهم بقى في الاكلات النهارده ان شاء الله زي الحاجه زي الفل ان شاء الله. تسلم ايدك يا شيف. ده الفحم فحم الحاجه لو دي بقى ولا دخانه ولا مخانه ولا اي حاجه ونفس الطعم اللي هو الفحم الشجري ده فحم حجري بس نفس الطعم بس صحي اكتر اكتر واطعم واجمل يعني حاجه سبيشال كده وحاجه محترمه يعني تحت الشبكه دي في فحم حجري تحت الشبكه دي في فحم حجري نفس المميزات بتاعت الفحم الشجري نفسها بالظبط بس دي عباره عن فحم حجري زي ما بياكلوها الاجانب بره يعني حلوه قوي جميله جميله صحيه جميله يعني جميلة جدا الصراحة وشهية يعني ما شاء الله ما شاء الله يلا صلوا على النبي يا جماعة في التعليقات صلوا على آله علي أفضل الصلاة والسلام إن شاء الله حاجة تشرف إن شاء الله إن شاء الله حاجة تشرف إن شاء الله دي فتة شاورما عربي دي فتة شاورما عربي فراخ فتة شاورما عربي ان شاء الله الطعم حاجه جميله جدا واتمنى ان حضراتكم تجربوها وتشرفونا عندنا ونبقى عند حسن ظن حضراتكم ان شاء الله يعني ان شاء الله الحاجات دي عليها فصل كله 50% كله حاجه عشان الناس يعني تجربوا ادوا العرض مستمر لحد امتى؟ ان شاء الله النهارده ان شاء الله كل لحد نفاذ الحمايه ان شاء الله ان شاء الله تعالوا بقى الحقوا اشتروا منه في العروض النهارده 50% ده غير ان سعرك اقل اصلا من بره فعلا اقل حركه يعني 20% من اللي بره السعر اقل من بره 20% وحضراتكم احنا اهم حاجه يعني بنركز على الجوده تمام ده الهدف بتاعنا يعني ان تبقى الجوده كويسه والسعر في متناول الجميع فعلشان ده اهم حاجه عندنا يعني والاخوات في العمل لان احنا يعني ان شاء الله نبقى ركيزه اساسيه في السويس وغيرها بالنسبه لمطعم حسونا الفطاطري يعني حسونا الفطاطري احنا مجربينه بقالنا سنين في طبعا في الفطاير كلها ما شاء الله اثبت يعني وجوده ينافس ناس كتير جدا قويه فعايزين نشوف بقى في وان شاء الله برضو في الشاورما هنبقى رقم واحد في السويس وغير السويس باذن الله يعني ان شاء الله ان شاء الله عليكم دايما ان شاء الله ده شكل الوجبات دي بتتقدم مع ايه؟ دي الوجبة دي فتة شاورما بيجي معاها حضرتك بطاطس وبيجي معاها تومية تكفي الفرد يعني الوجبة دي تكفي الشخص اساسا الوجبة دي في المنيو ب 110 احنا عاملين عليها خصم النهاردة 50% يعني يعتبر الوجبة دي حضرتك اللي هتاخدها ب 50 55 جنيه يعتبر النهارده الوجبه دي ب 55 جنيه بدل 110 خصم 50% النهارده بس حتى نفاذ الكميه عايزه اقول لكم انه ما شاء الله في ضغط شغل كتير قوي هنا متاح حلو متاح خدمه ديليفري النهارده ولا هو متاح لي يعني العرض موجود يعني تيجي تشرفنا تاخد العرض بتاعنا وتاخد الخصم 50% اللي يجي يعني اللي يجي عشان في ضغط اما الدليفري لا كده ارفع على كده الوفرات دي ميه بقى الحراق مع السندوتشات والوجبات دي توميه دي توميه سبايس يعني يعتبر اللي هيدوقها هيدمنها دي حاجه حيه بجد يعني حضرتك هتجربها دلوقتي وهتشوف دي فتة شاورما لحمه وبرضه عندنا فتة شاورما لحمه انا شايفه الرز فيه مكسرات وزبيبه كده الرز يا فندم يعني بسم الله ما شاء الله انا قلت لحضرتك في الاول ان احنا اهم حاجه علينا في الجو
الجوده يعني سمك معلى طيب حاجه زي كده هي الجوده عندنا فحاطين رز وفيه مكسرات مفهومه يعني يعني هو ده الهدف يعني